تم الافراج فهاد اللحظه تم الافراج على الاخوان ديالنا المهنيين اللي كان الاعتقال على لقمة العيش على لقمة العيش ما يمكنش ولا يمكن يخدموا معنا الناس غير قانونيين الكل كيعرف بلا ما بقاو هاد الاسطوانه نعاودوها ونعاود نكرروها ونعاود نكرروها تاكسي عنده ظاهر شريف عنده معدونيه عنده التزامات ما يمكنش نخدموا مع سياره خاص هادشي اللي كاين انا غادي معك عبد الكريم ما يمكنش ولا يمكن الاخوان ديالنا راه القضاء كان منصف والحمد لله تم الافراج عليهم الحمد لله ولكن راه ما غاديش نسكتوا وما يمكنش نسكتوا وما يمكنش نتوقفوا خاص الجهاز الامني يدخل على الخط وخاص الداخليه تدخل على الخط حجبت هاد التطبيقات واللي عنده الحق يتفضل مرحبا به والسلام عليكم ورحمه الله شكرا ورحمه الله تعالى وبركاته حنا فيما كانت وقفه احتجاجيه على قبل السائق المهني المزاول اللي عنده بيرمي ديال الطاكسي والبطاقه المهنيه حنا معاه قلبا وقالبا وتحيه الكتله ديال السائقين الشرفاء اللي حضروا في هذا دول الاخوان ديالهم في هذه الكيفيه والسلام عليكم ورحمه الله شكرا ما عرفتش فين هو هادو ديهم انا قلت على اللي بلات كيما شفتو معنا الفرحة ديال السائق والمهنيين بعد خروج إطلاق سراح الزملاء ديالهم شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي الى ان شاء الله